حموني الرئيس المدرب المرحوم مختار عريبي والمساعد كان عبد الكريم خلفا، هؤلاء يشهدون على ذلك الإنجاز التاريخي أمام إيوان وانيو النيجيري برباعية كاملة. يا سلام على هذه الصور التي يرسمها جمهور الوفاق، إنها الأمة الصيفية بصغيرها وكبيرها تحضر وتتذكر وتعيد الذكريات من جديد. إن على هذه الصور التي تستحضر ما يعانيه أيضا إخواننا وأشقائنا في غزة الحبيبة. النصر إن شاء الله لغزة قريب. إن على هذه الصورة المعبرة وهذه الصورة التي تبكي من أنصار الوفاق من بلاد الشهداء إلى بلادي المرابطين. الإعلام الفلسطينية كالعادة على المدرجات. كم أنتم كبار يا أنصار الجزائر، كم أنت أيها المناصر الصيفي والمناصر الجزائري كبير، أتشرف بالانتماء لأمة اسمها الجزائر ولهؤلاء المتواجدين الذين حولوا هذه المباراة إلى المساندة اللامشروطة للشعب الفلسطيني الأبي، الشعب الفلسطيني المجاهد المقاوم والصامد، الشعب الذي سينتصر في نهاية المطاف كما انتصرت ثورتنا. للمزيد تابعوا جورناليست الصحفي الذي ينطق حرف الراء غاء. إذا أعجبك الفيديو ما تنسى جام ابوني وبرتجي مع صحابك وخلينا رأيك في التعليقات.